عجبك انت عنوان الفيديو، بس فعلا سؤال دايما بيجي في دماغي. لو انا عندي طفل هنا اتولد هنا وهيعيش هنا، ازاي هقدر اربيه قصاد كل المشاكل اللي هتبقى موجوده؟ مشاكل ايه بقى؟ ربنا ما يجيب مشاكل، هو هيبقى في مشاكل اصلا؟ طب ايه المشاكل دي؟ تعالوا بقى نعمل عصر ذهني. عصر ايه كان اسمها ايه؟ تعالوا نعمل عصف ذهني مع بعض ونشوف ايه هي المشاكل اللي هتقابلك لو عندك طفل هنا في امريكا. قبل الانترو، كل الناس اللي كتبت لي افكار على البوست اللي نزلته على اليوتيوب، الافكار جميله جدا 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 ومعظمها هيتنفس في الافكار الجايه والفيديوهات الجايه بامر الله، فتابعوا. تعالوا بنبدأ الكلام. جيت هنا الوول مارت عشان نجيب خص، عشان صحابي عايزين خص، فنجيب لهم ايه خص. لو شايفين في نوع الخص ده اللي هو متقطع جاهز، ده اعتقد اللي هجيبه، ولكن في نوع تاني في ده انا معرفش ده خص ولا ايه. ده شايفين الكيس ده، بس انا مش عايز الكمية دي كلها، فهنروح نجيب اللي هناك. واحد كفاية لان هما مش صحابي قوي يعني. تمت بنجاح، يلا بينا. طب انا وصلت بس مش لاقي صحابي، ما راحوا فين؟ خلينا ننزل الاول، خلينا ننزل. يخطي يا اخوي، المفروض ان انا دايما كنت بلاقيهم في الحتة دي، ولكن شكلهم مشوا او ايه، روحوا ما اعرفش. دول عباره عن شويه بط ووز، الصراحه هم مش صحابي. ذات ربنا بجيب لهم الخص عشان يسيبوني اقعد واصور هنا، لانهم طول ما انا مش جايب لهم اكل او اي حاجه بيقعدوا يضايقوني وما بعرفش اصور. فالحمد لله انهم اصلا مش موجودين، ولا اصحابي ولا نينا. مبدئين بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع التربيه، انا كعمر كبرت وعشت وتربيت كل طفولتي وكمان الجزء الاصعب من مراهقتي في مصر، في قريه صغيره اسمها ابو زعبة، وشفت اللي زيي واللي في نفس سني بيتربوا بنفس الطريقه اللي انا اتربيت بيها. بقى بغض النظر بقى عن الحلو اللي فيها، الوحش اللي فيها، الغلط اللي فيها، الصح اللي فيها، انت خدت ايه الباكج على بعضيها كده. ففي جزء التربيه ده انا ما شفتش الا نوع معين من التربيه اللي كلنا عارفينه. فهل انت فاكر ان نوع التربيه ده هيشتغل هنا؟ قسما بالله لو ربنا ولدنا نفس الطريقه اللي احنا اتربينا بيها في مصر، قسما بالله لا يكون مرحلني تاني يوم مترحل على طول، متحمل كده في طياره فيديكس فين الطياره التجاريه دي، يحطوني جنب البوكسات والعلب ويرحلوني على مصر. احنا عندنا كده بسم الله الرحمن الرحيم اساس التربيه كده من تحت خالص، هو الزعيق والضرب. يعني انا عن نفسي، انا كعمر كنت باخد العلقه التمام واخش اتخمد وانام واصحى ثاني يوم زي الفل، وكمان بسمع الكلام ودنيتي زي الفل، والتربيه كانت شغاله 100%. وكمان اللي في نفس سني، ومش عايز اعمم، ولكن مثلا هديك مثال الفصل ان انا فيه اللي كان فيه 33 واحد انا عارفهم شخصيا بالاسم، واحد واحد لان هم اصحابي من الطفوله، كلهم متربيين نفس التربيه بالظبط، بياخدوا نفس العلقه باختلاف المواقف طبعا، بياخدوا نفس الالم، بياخدوا نفس الشلاليت، بياخدوا نفس الزعيق والشتيمه، كل حاجه لما يعملوا حاجه غلط او يحصل موقف معين وبيناموا زيه وبيصحوا برده ثاني يوم بيبقوا زي الفل. هل بقى تفتكر الطريقه دي هتشتغل هنا؟ مستحيل. هنا التربيه مفيش زعيق، مفيش ضرب، مفيش لمس، مفيش كل الكلام ده عشان خاطر صحه الولد النفسيه، والكلام ده صح، انا مش بقولش انه غلط، الكلام ده صح، ولكن ده نوع من التربيه ثاني. ولكن تعالوا نتخيل مع بعض السيناريو ده، ان انا عمر خلفت مثلا ابن وليكن اكس، وانا وعدت نفسي تماما تماما ان طريقه تربيتي لاكس اللي هو ابني ده لا هيبقى فيها لا زعيق ولا هيبقى فيها ضرب، وهيكون عن طريق التربيه الحديثه ودكتور العيله النفسي المصاحب الذي يتدخل في كل شيء لحل المشاكل ومساعده على استقرار الاسره، والتدخل بالعقاب عن طريق المنع من الاشياء التي يحبها، وكل الكلام اللي انت بتشوفوه في منتدى فتكات وقناه صدى البلد الاخباريه. ولكن في يوم من الايام بالغلط بالغلط خرجت عن شعوري لسبب ما، ورحت ضربه ضربه خفيفه كده، فاهم، على ظهره، على وشه، على قفاه، على اي حته في جسمه ضربه خفيفه كده، ايه بالغلط يعني، انا ما كانش قصدي نهائي. ورحت تاني يوم المدرسه وحكى لصاحبه او للمدرسه بتاعته، او حكى لصاحبه وصاحبه قال للمدرسه بتاعته، يا نهار ابويا اسود على اللي هيحصل لي. بصوا، هي بتختلف من ولايه لولايه، يعني مثلا في ولايه كاليفورنيا لو حصل نفس السيناريو وانا ضربت ابني ضربه خفيفه ما سابتش اي ضرر جسماني على جسم الطفل، ده عادي هناك. ولكن برضه لو حصل وعرفوا هتتدخل هيئات تبع الطفل ويراقبوك ويعرفوا السبب والكلام ده كله، ولكن تبقى تحت اشرافهم ويكبسوا عليك كل شويه والكلام ده كله. وفي ولايات تانية بقى المدرسه دي بترن على البوليس، والبوليس ما بيجيش لوحده، بيجي معاه اللي هم بتوع حقوق الطفل وحمايه الطفل، المنظمات الحكوميه تبع الحكومه هنا، تيجي وتجيب الاب والام وتجيب العيله كلها لو له اخوات او اخوات بنات او اخوات ولاد، ويجي يعملوا ابوينتمنت منفرده مع كل حد يفهموا طريقه التعامل الاب، وهل دي اول مره ولا ثاني مره وكل الكلام ده. ولو الموضوع اول مره بيبداوا ان هم يراقبوا الطفل، ويجوا يقدروا يعملوا لك زياره في اي وقت عشان يتابعوا الطفل، وده من حقهم، هيبقى حقهم انهم يجوا الطفل، يعني كانهم مشاركينك بالظبط، كانهم ابنهم بالظبط. ولو اتكرر الموضوع تاني فقانونيا ممكن يحبسوك، وكمان في اسوأ الظروف لو حصلت بقى كتير كتير كتير، حرفيا الطفل ده ممكن يتاخد منك، انك في نظرهم اب او ام مش مسؤولين. شايفين كل ده عشان عملت الحاجه البسيطه دي، ان انت ضربت ابنك وهو راح حكى لحد او اشتكى لحد او عمل اي حاجه. لو نفس الموضوع في تربيتي كان شيء عادي جدا جدا ان كل يوم كده ايه تاخد لك قلمين على وشك عشان تفوق، تاخد لك جلتتين عشان تقوم تذاكر، تاخد لك شلطتين عشان تطلع من الشارع وبطل لعب تحت، كل الكلام ده كان عادي جدا جدا وعايشين والدنيا زي الفل. فشايفين الفرق؟ كل اللي احنا حكيناه ده بقى ده بس في مرحله الطفوله. خش لي بقى على سن ايه ما بعد ال 13 وال 14 سنه وبدايه المراهقه. اللي انا اعرفه ان انا لما كنت في السن اللي هو بعد 13 14 15 وحصلت مشكله مع اهلي،
اللي هو خلاص انا اتجننت بقى في سن المراهقه والكلام ده كله، كنت بسيب البيت، اسيب البيت واروح اقعد عند حد من قرايبي او اقعد عند حد من صحابي يومين ثلاثه لحد الموضوع يتلم والدنيا تبقى زي الفل. وده اقصى حاجه ممكن اعملها في اقصى مشكله ممكن نوصلها، ان انا اسيب البيت واروح اقعد عند صاحبي يومين ثلاثه الموضوع يتلم ونرجع والدنيا زي الفل. هنا بقى الموضوع بيختلف تماما تماما تماما. انا احكي لكم قصه واحد صاحبي وانا استاذنته قبل ما احكيها، هو اسمه جيسون، وجيسون ده وهو عنده 16 سنه بلغ الشرطه على اهله وهرب من البيت وبلغ الشرطه عليهم، والشرطه جت وخدته من اهله وسلمته لحقوق البتنجان ولا معرفش حقوق الطفل اللي هم بيعملوها دي، وخدوه من اهله وادوه لعيله تانية تبنته اللي هم بيعرضوا ان هم تبنوا الاطفال. وعلى حد كلامه فهو لحد دلوقتي عايش مع عيلته الجديده. كل ده بقى عارفين عشان ايه؟ عشان ابوه ضربه، مش فاكر بالحزام او ضربه بحاجه، يعني معناه مش بايده، ضربه بحاجه زي عندنا كده الحزام او العصايه، عشان خاطر قفشه بيتفرج على اي حاجات سيكي ميكي، وانتوا عارفين انا اقصد ايه. يعني ابوه ضربه بالحزام وشفته عمل كل ده. بغض النظر على ان اللي عمله ابوه ده غلط، ولكن عندنا ده حاجه عاديه وعاديه جدا انك تضرب بالحزام، ويحمد اصلا ربنا هو ان هو ابوه قفش وبيتفرج على حاجات السيكي ميكي دي وضربه بالحزام بس، احنا عندنا هو ممكن حرفيا يخش فيك السجن. انا على فكره ضد ضرب الطفل وضد اذاء الطفل وكل الكلام ده، ولكن مش بالشده دي لدرجه ان انت ممكن يتاخد منك ابنك او بنتك لانك خرجت عن شعورك مره ولا مرتين ولا ثلاثه في خلال حياته الطفوليه كلها. وده برده مش معناه ان الاهالي هنا في امريكا كلهم يعني على الصراط المستقيم ما بيضربوش، في منهم بيضربوا كتير، ولكن الاطفال مش بيشتكوا او الموضوع ما بيطلعش بره فما بيحصلش حاجه. المرحله الثانيه او الموضوع الثاني، وهي ان انا شخص مسلم عربي، وحتى لو انت شخص مسيحي عربي فاحنا يعتبر شبه بعض باختلاف الدين، مش احنا متربيين في نفس المكان، عندنا نفس العادات التقاليد الثقافه كل الكلام ده، فما فيش اختلاف كبير اصلا الا اختلاف الدين، فالموضوع قائم عليك كمسلم عربي او مسيحي عربي. تمام، المفروض ان ابني اللي هيتربى ده هيتربى في دوله غير مسلمه، عشان ما بتفهم من الاول الدوله اللي احنا فيها دي دوله غير مسلمه واحنا الضيوف عندهم، احنا مش اصحاب البلد. أنا عمري لا مش مولود انا في حواري نيويورك ولا في شوارع تكساس، انا مولود في مصر وانا ضيف هنا، عشان نبقى متفقين من الاول. فكره ان انا هبقى عايز اربي ابني على ديني وفطرتي وعقيدتي وافكاري، ولكن البيئه اللي حواليا او البيئه اللي هو عايش فيها واللي هيتربى وهيكبر فيها غير كده تمام. وعشان برضو نبقى متفقين على حاجه كمان، وهي ان اي حد هنا بيفكر في فكر معين وانت معترض على الفكر ده، انت مالكش دعوه، keep it for yourself، خليها مع نفسك ومالكش دعوه اصلا بيعمل ايه، بيحب رجاله، بيحب ستات، بيحب قطره، بيحب طائرات الهليكوبتر، عايز يخلف جزره، عايز يخلف سندوتش شاورما، عايز يطير، كل الحاجات دي ده فكره هو، طالما بيأذيش حد وطالما حاجه ليه هو شخصيه انت مالكش دعوه بيها نهائيا، ومالكش حق اصلا تقول ان انا بكره دي او انا مش حابب دي، خليها لنفسك انت، لنفسك تقول كده لنفسك، ولكن ما تقعدش تقول ده وحش واللي بيعمله ده غلط والكلام ده كله، ان زي ما قلت لك الدوله دي مش دوله مسلمه. فانا كعمر ببقى محترمه كانسان وبعامله كانسان زيه زي بالظبط، لكن بيبقى جوايا عارف ان الفكر او الحاجه اللي هو بيعملها دي ضد عقيدتي ودينتي، لان انا كبرت ومتربي على كده، وده الفرق بيني وبين ابني اللي هيكبر ويتربى ويعيش هنا. انا خايف ان ابني يكبر ويتربى ويعيش هنا يبقى في دماغه، عشان من كتر ما اتعود على الحاجه دي هو شايفها حاجه عاديه جدا 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 وحاجه جميله جدا جدا، وما حدش لاقي حد حق ان انت حتى من جواك تقول ان ده حاجه وحشه، فده حاجه انا خايف منها. وانا طبعا انا مش بقول طبعا ان الناس دي وحشه او ايا يكن، لان انا عايش وسطيهم حرفيا وعايش في بلدهم، ولكن كل الاحترام ليهم كل التقدير ليهم، ولكن حاجه تخصهم مالهمش دعوه بيا انا، الحاجه دي مش عمرها ما هتبقى عندي، عمرها ما هتبقى في بيتي، عمري ما هبقى انا كده بمختلفهم بقى، هم فرحانين كده، هم حابين كده، هم مبسوطين ان هم كده، دي حاجه تخصهم، دي حاجه بتاعتهم، دي حريتهم الشخصيه، وانا حريتي الشخصيه اللي انا شايف ان الحاجه دي غلط وضد عقيدتي وضد دينتي وشايف انها ما تصحش ومش مناسبه وملائمه ليا. شوف سبحان الله بدات اتكلم عن الموضوع ده الكلب طلع وعمال يهوه، ما اعرفش بقى معايا ولا ضدي ولا ايه الدنيا. قيس بقى الموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه ده في كل حاجه في نواحي تربيه الطفل، هتلاقي الموضوع صعب جدا جدا، وصعب جدا جدا كمان انه يبقى شبه تربيتك اللي في بلدك الام والدوله المسلمه اللي انت بتعيش فيها ومتربي وعايش فيها بحلوها بمرها، ما برضو بلادنا فيها حاجات وحشه وفيها حاجات عك وحاجات قرف، ولكن يعني كانت الموضوع هيبقى في التربيه سهل شويه هناك من هنا، لان هنا هتحط وقت اكتر، هتحط مجهود اكتر في حاجه انت حرفيا لو في بلد تانية مسلمه مش هتشغل بالك بيها قوي. دي من الحاجات اللي انا شايفها صعبه، ولو اي حد مر بتجربه ان هو ربى ابنه كبر وعاش من اول ما كان سن يوم لحد سن 18 19 سنه في بلد مش مسلمه، او ده بلد زي مثلا امريكا اوروبا ايا يكن، يحكي لنا التجربه دي في الكومنتس عشان انا اقراها، انا عايز اقرا، وكمان كل الناس اللي اتفرجت على الفيديو تخش على الكومنتات وتقرا الكومنت بتاعك، فلو عندك المعلومه دي يا ريت تكتبها تحت في الكومنت. ثالث موضوع وبرده اللي عنده تجربه في الموضوع ده بعد ما يسمعني يخش ويكتب لنا كومنتس لو ليه تجربه في الموضوع ده، وهو موضوع اللغه. تعالوا بس نقوم لان الجو بدا يسقع جدا جدا والشمس كمان نزلت، فتعالوا نرجع للعربيه. شايفين وانا ماشي لقيت صحابي جم، ولكن هم بعيد وشكلهم اصلا شبعانين، شكلهم ايه لسه جايين من طلعه، كانوا بيصطادوا ولا راحوا ممكن اكلوا حاجه، ولكن هم كمان ناقصين، وكان بيبقى معاهم وز كمان، يعني بط وسرب تاني كان بيبقى فيه وز،
شايفين الكلب اهو بيهوهو عليا، ولكن هم دول صحابي، فمعلش بقى نجيلكم المره الجايه وهشيل الخاص ليكم المره الجايه بامر الله. نرجع بقى لموضوع اللغه، وانا كعمر عايز ابني يبقى بيتكلم عربي، ومش اي عربي، عايز بيتكلم عربي مصري، واللي هو زي بتاعنا كده، عايزه يبقى بالاخر كده ابن بلد. فانا مش متخيل ان هو هيبقى مطالب انه يتعلم عربي مصري ويتكلم معانا بيه، عشان شايف اللي في البيت او اللي حواليه بيتكلموا معاه بنفس اللغه دي، وكمان لما يخرج بره نطاق البيت مطالب انه يتعلم انجليزي عشان يعرف يتعامل مع الناس في حياته اليوميه، ولما يروح المدرسه ويكون صحاب او ايا يكن يبقى بيتكلم انجليزي. فهو مطالب بدل لغه واحده مطالب ان هو لغتين ويتقنهم تماما. معرفش ليه مش حاسسها انها هتركب، انها تظبط. اكيد هياثر في واحده والتانية هتبقى ممتازه، وغالبا هتبقى الانجليزي، وهياثر في العربي فمش هيعرف يتكلم عربي كويس، اصلا ممكن ما يعرفش يتكلم عربي. وكمان غير كده هيبقى ضغط عليه وعلينا، وانا صراحه ربنا مش عايز الواد يبقى علقي كده وهو نايتي بيتكلم انجليزي بس وما يعرفش عربي والكلام ده كله. موضوع اللغه ده برضو حاسس انه هيبقى ازمه، وحاسس انه هيبقى صعب. فاللي عنده تجربه زي ما قلت لكم اكتبها لنا في الكومنتس، لان انا كل التجارب اللي انا شفتها على النت واللي حكيت لي من ناس عايش هنا، واللي ليه اخ، ولما كنت بقعد لما انا كنت شغال في المطعم الفلاني زمان، انا قلت لكم كنت شغال فيه، كنت بشوف الناس بتتكلم عن الموضوع ده، ومن فضولي كده بسال، بعرف ان العيال يا بتتكلمش عربي نهائي، او بيتكلم عربي مكسر، او بيفهموا عربي ولكن ما بيعرفوش يتكلموا، يعني فاهمين انت بتقول ايه ولكن مش عارفين يرد عليك بالعربي، بيرد عليك في الانجليش. فما بشوفش حد اللي هو انا ابني بيتكلم عربي انجليزي وهو اتربى وعاش هنا واتولد وعاش هنا، مش جاي مثلا هو عنده 5 6 سنين او 7 سنين والكلام ده كله. فما تنساش تقول لنا في الكومنتس تحت تجربتك لو انت مريت بالتجربه. صراحه ربنا في نفس الوقت مش عايز اسودها قوي على نفسي وعليك واقول لكم الموضوع مستحيل، ان انا برضو على الجانب الاخر انا شفت نماذج لناس تربوا وعاشوا هنا وطالعين بسم الله ما شاء الله يمكن احسن من ناس كتير عندنا في بلدنا الام. عارفين انا شفت ناس في المساجد حافظين القران كاملا باللغه العربيه، وهم اصلا يمكن ما راحوش بلدهم الام اللي هي بلد الاب والام ولا مره. فالموضوع ممكن ولكن هيحتاج شغل كتير قوي قوي قوي. فهنا حرفيا بقى المثال اللي بجد بجد ان الخلف هنا بقى مسؤوليه اضربها في اتنين بقى، يعني لو انت بتخلف اي حتة في بلدك العادية هنا بقى اضربها في اتنين او تلاتة على المسؤولية اللي هتبقى عليك. الحق وانا ماشي لقيت ايه المفروض حجم الشوكولاتة الطبيعي اللي احنا متعودين عليه اللي هو ده حجم طبيعي في المتناول، ولكن ده كله صباع سنيكرز، شايفين قد ايه؟ وهنا برضو تويكس شوكولاتة دانية، شايفين ده مسطرة، ده اكبر من المسطرة، ده مش هتظهر في الكاميرا لو مسكتها، وريسز اللي ورا ايه الاحجام دي كلها. ولكن رجوعا لموضوعنا الاساسي، فانا اصلا شاغل دماغي بحاجه لسه بدري عليها اصلا على ما اتجوز واخلف، ولكن انا الموضوع جه في دماغي كده فجاه وفكرت فيه وبدات فعلا انا افكر فيه بجد، فحسيت ان فعلا الموضوع هيبقى صعب شويه، صعب قوي كمان. فما نعرفش من هنا لحد ما الواحد لو ناوي يتجوز ويخلف الامور هتبقى ماشيه عامله ازاي، او الدنيا هتبقى عامله ازاي قدام، الله اعلم. ولكن اهو موضوع اتكلمنا فيه جه في دماغي. بس ما تنساش انت على اليوتيوب تعمل لايك سبسكرايب للقناه ودوس على زر التنبيهات اللي هو زرار الجرس ده، عشان لو نزلت اي فيديو جديد يقول لك عمر ايمن نزل فيديو جديد. لو انت على الفيس نفس الموضوع، خش من جوه اعمل فولو ولايك للبيج، خلاص قربنا نوصل 100,000 على الفيسبوك فهانت. وكل الافكار اللي انتوا كتبتوها لي في البوست اللي نشرته على المنتدى اللي على اليوتيوب او الكوميونتي، البوست العادي الطبيعي نزلته على اليوتيوب، كميه افكار كتير قوي قوي جميله جدا جدا قراتها، في منهم كتير جدا جدا هيتنفذ الفيديوهات الجايه بامر الله، فخليكم متابعين عشان تشوفوا الافكار دي، وباذن الله اشوفكم في الفيديو الجاي. يلا السلام عليكم. علي المايك، علي المايك، واعمل لايك، اعمل لايك، عندك تسجيل لبسني اديداس والمايك، الاوفر سايز، اوفر سايز.